فشباب مثل ما علمناكم قبل انه شنو قلت لكم انه بالامتحان تجيكم رسم دائره كهربائيه. طبعا هسه احنا لحد الان وصلنا علما الى رسم الدائره الكهربائيه المبسطه. اخر موضوع راح ناخذه خلال هاي السنه ان شاء الله اذا الله مطينا صحه وعافيه، راح ناخذ رسم الدائره الكهربائيه المعقده. يعني هسه هاي تعتبر دائره كهربائيه مبسطه، اكو بعد يعني دائره كهربائيه معقده. يعني شلون يعني تجيك رسم مثل هذا بتفاصيل اكثر باشكال شويه تحتاج الى دقه اكثر، تحتاج الى تفاصيل اكثر، تحتاج الى مهاره اكثر. فهاي شلون نحصلها؟ احتمال يعني راح يجيكم بالامتحان يعني مو رسم دائره كهربائيه مبسطه مثل هاي، احتمال راح يجيكم رسم دائره كهربائيه معقده واللي هي تحتاج الى مهاره بالرسم، بحيث انه واحد يكون متمرس على ادوات، يعني عنده سرعه بالرسم، عنده مهارة شلون انه يسوي عمليات مختصرة. يعني مثلا اذا عندي شكل مثلا موجود انا رسمته وتعبت عليه، فما يحتاج انه اكرره مرة ثانية ورسمه من جديد، لا مثلا بعازل كوبي راح انقله، او مثلا اكو فد شيء انا راسمه واكو شيء مثله معاكس اليه اقدر استفاد شنو من عازل المرر اللي هو شنو اللي هو المرآة احنا نسميها والانعكاس. وهكذا اذا شيء يتكرر عندي مثلا رسم ويتكرر عندي على شكل مصفوفة استخدم عازل الري الى اخره. فشباب يعني شنو احنا يراد لنا انه نمارس على هذا البرنامج، وخصوصا انتم لازم انتم نصبينه بحاسباتكم كلكم، ويفضل انه يعني واحد يعتمد على نفسه. ومن بداية السنة بلغناكم من كان المحاضرات حضورية وتفاعلية بالمختبر، قلنا لكم لازم انت هذا البرنامج تنصبه بحاسبتك وتتمرس به وتتعلم كل تفاصيله، وتظل ترسم يوميا. يعني تحاول انه ترسم حتى لو شغلات مو باختصاصك على مود شنو تتمرن ويصير عندك مهاره باستخدام الادوات. ما اريد نطيل عليكم شباب، هسه عندنا هاي اول شيء، عندكم سؤال على المحاضرات السابقه، استفسار او فد شيء ما فاهمينه، ادوات الرسم التعديل او فد شيء قبل لا نبلش بالمحاضره، فتفضلوا أي واحد عنده استفسار أو سؤال. ما عندكم شيء؟ يلا إذا ما عندكم شيء نبلش إن شاء الله. فهذا الشكل اللي قدامكم شباب، هسه أنا أقدر أسمع فرضاً جبت لكم إياه بالامتحان، أعطيتك فد وقت عليه مثلاً ساعة، شوف ساعة ونص، يعني حسب الحالة. فأنا هذا الرسم اللي موجود قدامي، لازم شو اسوي اني هذا الرسم مثل ما علمناكم؟ هو ما اخلي انا هنا بنافذه وافتح برنامج الاوتوكاد بنافذه ثانيه، لا شو اسوي؟ اجي اسوي له كوبي، اجي اقول له كوبي من هنا، او شوف شلون مثلا طريقه الكوبي مالته، افتح برنامج الاوتوكاد، اجي للاوتوكاد اقول له شنو؟ بيست. طبعا هسه صورة الاوتوكاد مو واضحة عندكم، بس شو نسوي؟ راح نعدل خصائص الشير. وش نقول له؟ نقول له ستوب بريزنت، نقول له الدور بريزنت نافذة جديدة اللي هي نافذة الاوتوكاد. هسه طلع عندكم الاوتوكاد شباب، اريد واحد يجاوبني. اي نعم استاذ، طلع الاوتوكاد. نعم تمام. لا استاذ ما موجود. هسه تاكد موجود موجود استاذ موجود. اي طلعت النافذه. هسه سويت هاي الصوره اللي موجوده عندي، سويت لها كوبي وجيت المه للبيست. انا حتى شرحكم اياها بالفيديوهات السابقه انه اقول لك سوي له كوبي وتجي هذا البيست هاي الموجود قدامكم، جاي تلاحظونه، فتنتقل الصوره هنا أنا عندي هنا قدامي. زين هسه انا شنو اريد ارسم بالاوتوكاد؟ رسم مشابه لهذا الرسم، فخليته اني بالنافذه مال الاوتوكاد حتى شنو تصير عندي التفاصيل قريبه عليه، فما يحتاج انه افتح نافذه ثانيه واروح عليها وش اسمه. فايش قلنا لكم طريقه الرسم؟ طريقه الرسم انه اذا عندي شكل مثلا مثل هذا، ايش اسوي اني؟ عندي طريقتين، اما انه ارسم فوقه مباشره يعني هاي الخطوط اكررها، او انه شنو ارسم بصفه.
زين هسه مثلا ابسط شيء، هاي عندي شو اسوي مثلا، هذا ارسم فوقه، اجيب هذا اللاين عندي هاي مثلا من هنا ابدي، هذا يعتبر لاين من هنا لهنا، نرفع الاورثو، هذا الاورثو عندي، هذا عندي لاين. أستاذ مرة ولا أقاطعك، تفضل أستاذ يفضل إن تشرح بدون طبع فوقها. ها اوكي. لا إي والله لا صح. انا هسه ما راح اطبع فوقها، بس اريد اوضح لك شلون يعني طريقه الرسم يعني. يعني ماشي تمام. بس ارسم هسه جزء واحد وبعدين شنو اكمل. يعني هسه مثلا هذا الجزء، لو انا مثلا هسه ما عندي ذيك الخبره بالبرنامج، فاجي لهنا انا هاي اسوي هالشيء بالشكل هذا، وهم مو واضح يعني، صعبه شويه يعني، واحد لا يرسم بشكل مباشر افضل لك. زين هسه هذا مثلا، هذا الرسم اللي موجود عندي، ففرضا رسمت هذا الجزء، هذا الجزء رسمته او كملت بقيه الاجزاء، اجي بعدين شو اسوي؟ الرسم نفسه هذا اجي احركه بيمن بالموف لهنا هيك، فطلعت لي شنو هاي الجزء. زين فانا هسه راح مثل ما تردون انه شو نسوي الرسمه بالطريقه العاديه مالتنا، اجي هم اقلب الموف حركه بحيث تبقى عندي بقيه التفاصيل. بس اول جزء عندي طالع هو هذا، هذا اللي هو المربع، اجي شو اسوي؟ الدوره اكمل عليه. ايش عندي هذا؟ عندي هذا الجزء عباره عن لاين، وهذا شلون انه عندي ريزيستانس اللي هو مقاومه، فشلون امثل اللاين عندي سهل. هذا اللاين انه اجي طبعا اخليه مقابله مباشره مثل ما تشوفون هنا، يعني يتحرك مسافه قليله، دور تبدا عندي شنو؟ تبدا عندي هاي الخطوط اللي هاي مثل الزجزاج هنا صايره عندي، شلون صايره؟ اما ارسم جزء والبقيه انه ارسمها، فانا هسه عندي اورثو مفعله، يعني انه افقي عمودي لازم شنو؟ اوخر الاورثو حتى شنو بدي أدي ارسم مائل. فاجي شلون صاير هذا الشكل تقريبا؟ هذا تقريبا بزاويه 45 متحرك شوي وبعدين راجع. لو اجي اسوي مثلا هيك شيء بهالشكل هذا، ارجع هنا هيك شيء، هذا لازم يصير مقابله بهالشكل هذا. اوكي هسه تكون عندي الجزء الاول، الدور الجزء الثاني ما يحتاج انه اعيده رسمه، اقدر انه اكرره، لو تلاحظون هذا متكرر مره ثانيه. فاجي هذا اشرك، اجي بيمن اعزل الكوبي هاي من هنا، اكرر اتكرر عندي، صار عندي اثنين. ايش بقى عندي؟ بقى عندي هذا الجزء اللي هنا، هذا طبعا خلني اشوف يرحم بيعازل مرار لو ما يجي، خلني اشوف. اجي اشر هاي الجزء هذا، واجي اقول له بيمن بالمرار، فيقول لي حدد اللي هو شنو الاكسس مال المرار، اللي هو شنو المحور مال الدائره. زين اوقف هنا، كليك ايمن اقول له نو. شنو معنى نو؟ قلنا نو يقول لي انه الشكل القديم تريد تبقيه، لو تريد تحذفه اقول له لا ما اريد احذفه ابقيه. فاذا صار عندي هسه يعني بدون ما انه اعيده من جديد. زين شباب، بس هو لو تلاحظون هذا جاي من هنا وهذا جاي بالعكس، اذا بهاي الحاله هذا ما يفيدني المرار، لازم شو اسوي؟ انا ارجع اعيده ارسم انا بيدي من جديد. يعني وش اسوي؟ احنا وين وصلنا قبل شويه؟ وصلنا هذا الثاني، طبعا اكو واحد بعد هذا اللي هو هذا الثاني، قلنا هذا واحد اثنين، اي ما عنده مشكله، خلنا نكمله بالله، خلنا نعتبر هذا الاثنين موجودات، هذا نجي نكمله مثل اللي فوق. بيمن باللاين نفسه، يعني شوف اذا رحم رحم، واذا ما رحم ارجع رسماني من جديد بيدي. ونفس الاستقامة مالته. بس مرصتكم شباب شوية، بس اجاوب على التليفون.
كملوا وياكم شباب، خبرونا على مود دوام الحضور، راح يصير عندكم دوام حضور ان شاء الله من الاسبوع الجاي، فتبدون انه تداومون ان شاء الله بالجامعه، يرجع دوامكم مره ثانيه. هسه قلنا نجي نكمل هنا. بحيث يجي هذا مقابله ونجي ننهي هنا بحيث يجي مقابل هذا. هسه كمل عندي هذا، كمل لحد هنا الدور شو اسوي؟ أبدأ باستقامتي، أرجع أفعل الأورثو، هذا اللاين عندي هذا هنا أكمله هنا تقريبا، أرجع أسوي هذا اللاين، هذا لاين ثاني، بعدين هذا نعد الخطين هم أسويهم باللاين. يعني لو تلاحظون أغلب الإعازات اللي عندنا اللي موجودة هي شنو؟ باللاين. هذا ارجع اسوي له كوبي، اكرر هنا انا دور باللاين هم استمر. يعني هسه لحد الان انا ما استخدمت اعاز غير اللاين، او مثلا اوامر الرسم ما عندي غير بس اللاين لحد هنا. هسه ارجع هنا هذا وصل للاخير. فهذا لو تلاحظون هنا هسه تقريبا وين شويه اعلى من عندي، هذا شو اسوي؟ مكان ما ارسمه انا من جديد اللي هو هذا الجزء، هذا رسمه من جديد، انا عندي رسمه، فراح شو اسوي؟ راح اكرر، راح اكرر من يمنه، فاجي استنسخ هذا اشره اشره واسوي له شنو؟ كوبي. يقول لي البيس بوينت، البيس بوينت يا هي اختارها هاي حتى مباشرة ابدي شنو انقله، اوخر الاورثو اجي وين اخليه هنا، هاي تكرر عندي هسه، يعني بحيث انه ما يحتاج بعد رسمه من جديد. الدور اكمل الرسمه مالتي اللي موجوده، اصعد هذا اللاين لفوق، افعل الاورثو، تقريبا هو شنو راح يصير؟ فوقها بشويه نفترض هنا راح يستمر وين؟ راح يستمر تقريبا لهنا اللاين، راح وين يبدي ينزل؟ ينزل لي جوا لهنا. ايش اسوي هسه؟ لازم ارسم هذا شكل، هذا الشكل، هذا شلون ارسمه شباب؟ عندكم مقترح مثلا؟ هسه واحد يناقشني يقول شلون اسويه؟ اكو واحد بباله فت فكره معينه؟ لو انا استاذ رسوم جاهز للبرنامج، ها؟ اكو رسوم جاهز للبرنامج يعني مصممها دوائر كهربائيه؟ لا هذا البرنامج ما بي رسوم جاهزه، الاوتوكاد ما بي، ما انا رسم من ضغط على كتر رقم 2 طلعت لي رسومات جاهزه. لا انا ما اريدك ترسمه بالجاهز، اريدك ترسمه بايدك، حتى لو اكو رسم جاهز بالاوتوكاد ما اريدك، اريدك تتعلم يعني انه شلون ترسم. استاذ نقدر، استاذ نقدر نرسمه بالارك، بالارك هاي وحده، وبعد الارك شويه يعني مثل ما تقول ما تعطيني فد شيء مضبوط. والخطوه الثانيه استاذ نقدر بالدائره نقسمها بالنص بالضبط، او مو بالنص مثلا، هسه خلينا نجي نرسم دائره، هسه عندي فرضا هاي الدائره، خلينا نسوي واحده بكبرها تقريبا، شوف هسه هاي بكبرها مو شي، اجي انقلها اجي انقلها لهنا اوكي، اجي راح اسوي واحده دائره ثانيه هم وياها، او هي نفسها كروها حتطلع لنفسها، فش اقول له؟ اقول له كوبي هاي وين راح تنقل؟ انقلها بحيث انه وين تصير؟ تقريبا هنا زين، واحدة ثانية
هم تقريبا شنو؟ نعم. زين هاي واحدة ثالثة. هسه شو اسوي على مود اخلي الرسم مثل هذا ضبط؟ انا هسه صارت عندي هاي الدوائر فاريدها تصير مثل هذا، شو اسوي شباب؟ عندكم فكره؟ اكو واحد عنده فكره؟ شو أستاذ، اسوي؟ نستخدم المقص. اي عافيه. شلون؟ اقص هذا الزايد، أي اجيب لاين، ارسم لاين منين؟ اقص، اقص من هنا، منا اجيب لاين، ارسم لي لاين هنا. زين هسه لو تلاحظون انه هاي الدوائر ما جت فيت عليه، يعني راح اقصها ما تجي مضبوطه. فش اسوي؟ راح ابدي هذا ادنيهن بحيث يجين عدل، استخدم عازل موف. حركهن فوق افضل حتى تجي عدل. زين هاي كذلك اسوي، هاي لازم انزلها لجوك بحيث شنو؟ تجي عدل على الخط. الخط اللي ينقص بعدين. حتى لو اكو امور جاهزه عندك بالبرنامج وتساعدك انه تختصر لك امور، هاي ما تفيدك، يعني هذه ما راح تتعلم بالنتيجه الرسم. انا اريدك تتعلم الرسم بحيث ترسم، تستخدم الادوات. يعني هسه فرضا جتك شغلات يعني هي ما موجوده هنا، فانت لازم تضطر ترسمها بايدك مره ثانيه. هسه من سوينا هذا اللاين، الدور اقدر اقص براحتي. شو اسوي الدور؟ اقول له ترم، هذا عازل ترم اللي هو يسمونه التجديد، فاختاره يقول الدور شنو؟ نسوي له سلكت اول وقل له ترم. شنو الشغلات اللي اقصها لو نلاحظ؟ راح اقص هاي الشغلات، هاي اللي هنا كلها راح اختارها اسويها. هسه هاي انقصت اوكي، وهذا اللاين بعد ما احتاجه راح شو اسوي؟ راح امسحه بالديليت. تمام، وطلع عندي نفس هذا الشكل اللي اريده اني. زين شباب واضح؟ فهاي انه هسه طبعا شنو نسوي؟ سيف، لازم احنا نسوي سيف طبعا بالبدايه. دراون مثلا نقول لي مثلا قل له تو سيف تو، نقول له عند واحد هناك نقول له ثلاثه سيف. هسه شو اسوي؟ الدور انقلها هاي، هاي نفسها انقلها بيمن بالموف. منين شو اختار؟ اختار هاي النقطة، هاي البيس بوينت. دائما تعرف شنو النقطة البيس بوينت اللي تنقل بيها، لان هي راح تصير شنو عندك؟ النقطة اللي راح اثبت بيها. فاجاني هذا هنا تقريبا صار نفس هذا الشكل اللي اريده اني. زين الدور شو اسوي؟ الدور اكمل رسمي، ارسم هذا الجزء الثاني. هاي عندي خطين، هذا لاين، نزل شوي لهنا بعدين اكرر هذا بالكوبي.
زين، هسه لو نجي لهذا، هذا نلاحظ منين جاي؟ جاي نفسه هذا بس شنو معكوس، فاقدر اسوي له سلكت هنا، اقول له ميرور، بعدين اخذ هاي بالنص تقريبا، هذا اعتبره الخط مال الانعكاس مالتي، اقول له يس لو نو، طبعا راح اقول له نو، يعني شنو معناها نو؟ انه لا تلغي لي الشكل الاصلي، بقيه. زين، لو نلاحظ انه هذا شوي اطول من هذا راح اكرره، يعني ما عندي مشكله اكرر وياه، هو هذا الجزء هذا خليه يتكرر. فش اقول له؟ اقول له كوبي، يا هو البيس بوينت، هذا البيس بوينت، شوف تكرر عندي، بحيث انه كم وحده تقريبا عنده راح يزيد، 1 2 3، 3 راح يزيد، 2 3، تمام. زين، هسه شو اسوي؟ الدور اكمل الرسم مالتي، لو لاحظ انه هذا عندي لاين خط ينزل لجوا. شباب واضح؟ اكو فد شيء عندكم مشكله؟ مثلا الصوره ما واضحه، عندكم اشكال؟ لو ما عندكم مشكله، لا أستاذ، ما عندنا مشكلة. تمام ان شاء الله تكونوا متجاوزين هاي الامور. بس احنا شنو اريد نشوف؟ شلون عمليه الرسم يجوز مثلا انه انا عندي طرق مختصره اكثر افيدكم بيها، يعني بالاسلوب هذا. هاي نجي هنا، هاي عندك، طبعا نقدر نرسم بعد اسرع من هذا، فهاي عندي هذا خاطي يجي هنا. يعني لو تلاحظون كله اغلب شيء انا استخدم اللاين. هنا نبدا نرسم الدائره، هاي الدائرة شو راح تصير؟ لازم تمس لي هذا الجو، بس انه شلون تكون؟ لازم، مو مشكلة، اقدر اتحكم بها بعدين، يعني هسه اقدر احركها بالموف. هاي تقريبا هيجي، اذا هذا شنو؟ هذا زايد، راح شو اسوي؟ اما اقصه او ادني، ما عندي مشكله، هذا دنيا ثاني. هذا ايش عندي هنا؟ الدور هاي شوي اكبرها، هذا عندي سهم. شلون السهم؟ ارسمها باللاين عندي، هذا يجي من هنا، اوفر الاورثو، يجي هنا تقريبا. بقى شنو السهم؟ السهم شلون اسوي؟ لازم عندي مثلث، مثلث قلنا منين رسمه شباب؟ تذكرون؟ بالبوليجون، البوليجون هنا شو يقول لي؟ يقول البوليجون كم سايد بيه؟ اقول له 3، اكتب رقم 3 حتى يعطيني مثلث. يقول لي حدد البوليجون سنتر، انا اقول له مثلا هنا ارسمه برا. زين، تريد ان سيركل او اوت سيركل؟ خلينا نقول له ان سيركل، انتر. هسه الدور اقدر اتحكم بيه، يعني خليه بهالشكل هذا، والدور ابدا نقله براحتي بيمن بالموف، كليك ايمن، خليها هاي وين. زين، ابدي هسه هذا، لو تلاحظون ما جاي عدل بالروتيت، اتحكم بيه هسه هذا اجى عدل بالروتيت عندي. الدور شو اسوي؟ اسوي له موف من هنا حركه، بحيث يجي مضبوط براس هاي النقطه اللي موجوده عندي هنا. اقول له موف، صار هنا مضبوط. الدور شو اسوي؟ شلون اسوي اسود؟ لازم اروح وين؟ بالهاتش، الهاتش اختار اللون الاسود، واقول له شنو؟ اقول له بيك بوينت. شوف لو تلاحظ، لانه انا بي خط بالنص، لازم احدد نقطتين او احدد مساحتين، فصار عندي بهالشكل هذا. الدور جاي المله هذا الثاني، الثاني هذا على مود اضمن انه يجي مضبوط عندي، شو اسوي؟ هذا اللاين نفسه اجيب الميرار واختار هذا الاكسس، افعل الاورثو حتى يجي عدي عديل، وهم اقول له نو، فيجي عدي ضبط. زين، الدور شو اسوي؟ هسه عدي ارفع هذا اللاين، اصعد وين للاخير،
لازم هنا ينتهي. زين ايش بقى عندي؟ بقى عندي هنا هاي عند الار راح تتكرر، هاي الار 1 وهاي الار 2، يعني هاي نفسها راح اجيبها اكررها بيما بالكوبي. لو تلاحظون هي مو مستواها شوي اعلى، فلازم اوخر الاورثو شوي اعليها حتى اجيبه مضبوط يعني مثل ما اريد. امسح هاي الخطوط الزايده بيما بالترن، اجي امسح هذا وهاي 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 وهاي. هسه هاي ليش ما انخفض؟ لانه هذا ما واصل للاخير، لازم يوصل للاخير يلا يشتغل عند الترم. الترم يقص الاجزاء اللي هي متواصله مو الاجزاء المفتوحه، مثل ما قلنا لكم الترم يشتغل على الاجزاء الكامله وليس الاجزاء المفتوحه. زين هسه هذا كملناه، ايش بقى عندي؟ هذا الشكل خلنا نكمله اللي مع المثلث. شلون صاير هذا عندي؟ احنا انا يجي هيك بالشكل هذا، شوف شلون تقريبا هيجي. وش اسوي؟ اكرر هذا نفسه بيمن بالمرار حتى يجي عد عدل. لاحظ انه هو ما اجى مضبوط، لازم شو اسوي؟ اسوي له بالموف حركه. ليش؟ لانه انا رسمت عليه من على الرسم القديم، فما صار عندي رسم مضبوط، صارت بي حركه. ما عنده مشكله، اجيب اللاين الدوره غلقه هذا خليه يستمر للاخير، وهذا شنو امده على استقامته، وهذا الزايد اقصه او شنو انا حركه اتحكم بيه. طبعا هاي هسه انتم اكو شغلات تجوز ما تشوفونها، مثلا جاي استخدم الاسكيب، اني استخدم الكليك ايمن الى اخره. زين فهاي الامور انتم لازم تتحوطونها. هسه لو نلاحظ انه هذا اللاين صعد عندي، فلازم شو اسوي؟ ارجع انزله صار اعلى، فبالموف راح حركه شويه، يعني بحيث وين يوصل؟ احنا عندنا هذا هنا اللي يوصل تقريبا، خلينا نقول هنا وهذا كامله. فش بقى عندي؟ بقى عندي هاي الزوائد اللي فوق القصره بيما بالترن، بس ما راح تنقص. ليش؟ لانه اكو فراغ عندي، هاي عندي هاي مزايد هاي مجلس هاي. شو بقى عندي؟ هذا اما اسوي بالترن او انا اسوي يدويا يا حبيبي. اجي اوقف هنا حتى يجي عدل مضبوط، هسه تقريبا الاجزاء اللي سويناها الدور شو تسوي؟ الدور نكرر، يعني بس مجرد انه اكرر. عندي مثلا هذا عندي لاين من هنا راح ينزل، راح ينزل عندي لاين من هنا. شو اسوي؟ هذا هم مكرره نفسه بيما بالكوبي، اجي هذا انقله لهنا هذا خليه يبتدي الدور الأخير. راح يتكرر عندي هذا مرة ثانية هنا. الكوبي. بعد شنو عندي؟ هذا لازم نكمله كلاين. وبدي الدور وين انهي؟ انهي هنا هذا النفس اللي تكرر عندي خطين بالكوبي، انقلهن وين اللي جوي هنا هذا بالنص، امسحه بيمن بالترن. شوف شلون عمليات السرعه عندي
يعني بحيث هواي تفاصيل اقدر اعيدها نفسها. زين، هذا اللاين يستمر عندي وين؟ لهنانه، لهنا تقريبا. هاي لو تلاحظون نفسها راح تكرر عندي، راح شو اسوي؟ انقلها كلها، كلها انقلها ما عدا الخط هذا، ما اريده، ما احتاجه. وين اخليها؟ اخليها اي هنا، لازم البيس مونت راح يساعدني هذا هنا. فايش اقول لك؟ اقول لك كوبي، ويا شباب لو نعم أستاذ وياك. تمام يتخاف نمتوا ورحتوا تريقتوا رجعتوا، لا نعم أستاذ، مستحيل مع السلامة. كثير متريقين من الصبح، ما عندكم مشكلة، يلا خير ان شاء الله. اليوم ما عندكم دوام، الموظفين ما عندهم دوام، وبالنسبة لكم البقية من الشباب ما عندهم دوام، فما عندكم مشكلة ان شاء الله، الكل حاضر. فلو تلاحظون شباب جاي تتكرر، يعني عندنا نفسها الامور جاي تنعاد. اجي الدور اكمل، هذا هو عبارة عن لاين ودائرة. منين هذا جاي اللاين؟ جاي من هنا، هاي يصعد شوية ويرجع شنو هنا للأخير، يصير عنده دائرة الدور. هنا دائرة، هاي الدائرة. زين، هذا نفسه راح أكرره بالمرار، هاي كل اللي تلاحظون. طبعا شوف، اقدر اكليك ايمن واقول له ميرور هنا اذا موجوده، واذا ما موجوده اروح وين؟ للهاي هنا اوامر تعديل، فاقول له ميرور، اجي وين؟ للمنتصف مال هذا اللاين. لو تلاحظون لهنا كليك ايمن شنو نو، حتى لو ما اجى عدل انا شو اسوي؟ بالموف ابدا حركه. يعني لو تلاحظون احنا ما عندنا ستاندرات هسه كدايمنشن او فد شيء، صحيح انتم جوز هسه هاي ماخذينها، ماخذينها كستاندر او فد شيء، انه بحيث انه لازم البعد له فد خصائص معينه، بس بالرسم الهندسي انا من اريد ارسم هسه ما ملتزم ببعد او فد شيء او غير امور معينه، اني جاي فقط انه شو اسوي؟ اريد اعلمك شلون ترسم، يعني اريدك ترسم بصوره عامه، ما عندي مشكله. هذا عندي شلون ارسمه، عندي هذا لاين وارك. اجي الدور المال الارك، اختار 3 بوينت احسن لي، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثالثة. زين، الدور شنو؟ امسح هذا الخط اللي بالنص بالترن، تبقى عند الزائد والناقص، اسويهم باللاين ما عنده مشكلة. هذا زائد وهذا ناقص، نفس اكرر. زين، ايش بقى عندي؟ بقى عندي هسه هذا السهم، هذا قلنا مثلث، مثلث نفس هذا المثلث اقدر اجيبه انسخه بحيث ما اتعب نفسي، اجيبه وانا اخليه انسخه، اجيبه هنا أنا. وشلون صار لهنا أنا. اسوي له تدوير بالروتيت، وصار عندي بهالشكل هذا. شو اسوي؟ كبره، اسوي له سلكت اول، اقول له سكيل، سكيل يقول لي ايش قد تريد كبره؟ اقول له مثلا مرتين، اكتب اثنين وكبره، يشوفه كبر. مثلا بعد اذا كبره شو اقول له؟ اقول له مثلا بعد مره وربع سكيل هاي البيس بوينت، او مثلا مره ونص، واحد ونص، اكتبها كبر عندي. اجي الدور نقله هذا بالموف، هاي البيس بوينت اختارها اخليه هنا، لا بالحقيقه هو هنا، اقول له كنترول زد
شنو اريده. نعم هاي الموف، وين هو هذا موقعنا؟ وهذا طبعا تبقى عندي هذا اللاين. هذا اللاين شو اسوي؟ اكو شغله عندنا لازم تنتبهوا لها، يعني هذا الرسم اذا اريده طبعا يعني بعدين، هذا الرسم اذا اريده طبعا لازم شو اسوي؟ لازم نفس الثخانه مال الخطوط اللي موجوده عندي اكررها. يعني شلون هسه مثلا اكو عندنا لو تلاحظون اكو خطوط مسوينها ثخينه واكو خطوط شنو مسوينها خفيفه. هاي شلون اتحكم بيها؟ هسه اشرح لكم اياها. يعني احنا بالشاشه من نشوفها بالشاشه نشوفها نفس الحجم ونفس الثخانه، يعني هسه من رسم ثاني نفس الثخن، بس بالحقيقه لو تلاحظون مثلا هاي اريد اسوي ثخينه، هذا ثخين، هذا خط ثخين، هسه هم ما مبينه هي هنا. بس فرضا انا عندي هسه هاي اريد اتخنها، هاي السماعه شو اسوي؟ اشرحها اجي لمن؟ لهنا للاين. هذا يعطيني السمك مال من مال الخط. هنا انا مثلا السمك مال صفر اللي هو العادي، هنا انا 0.05 مليم، 0.15 مليم الى اخره، مثلا ايش كثر هاي؟ يعني يوصل ل 2 مليم. هسه اذا اختار مثلا على سبيل المثال 0.4، لاحظ الرسم ما يتاثر، يبقى نفسه شكله، بس من اسحبه بالطابعه، من اسحبه بالطابعه راح يبين، يعني راح يصير عندي هذا اثخن من بقيه الخطوط. يعني هنا انا بالشكل بالصوره على الشاشه ما يبين، بس انا ايش قد طيت يعني سمك هنا اشوف 0.04، بينما هذا ايش قد؟ لا ما بي صفر. فمن اسحب بالطابعه لا يبين عندي، يطلع عند الفرق. زين هسه ايش بقى عندي؟ بقى عندي تقريبا اغلب الامور اللي اريدها اني سويتها، ما بقى عندي شيء. هذا بس هذا عندي، هذا عندي سهم هنا يجي، انا اقول يبلش من هنا ويجي وين بالنص؟ وين يأشر؟ يأشر هنا المفروض. هذا هم على شكل سهم، هذا نفس سهم اجيبه، او هذا لانه هو افضل، هذا نفسه اجيبه سهم. هم اقول لك كوبي، انقله وين؟ اخليه هنا بصفه اخر الاورثو. لو لاحظ هو اتجاهه وين صاير لهنا، فش اسوي؟ اشرح، اقول له ميرار، واسوي له ميرار عمودي، ميرار عمودي. هسه هنا شكله يس لونه، يعني هل تريد تحذف القديم لو تبقي؟ هنا انا اقول له يس. ليش؟ لان القديم انا ما اريده. زين هذا حجمه كبير، راح ارجع اصغره. هم اشرح، اروح وين بالسكيل؟ انقر عليه، اقول له مثلا شنو؟ بوينت انتر. اوكي صار قد الحجم اللي اريده اني تقريبا. اجي الدوره نقله بالموف. لا زين شباب، ايش بقى عندي شغلات بعد؟ عندي هذا السهم هم نفس الشيء، هذا لاين لو تلاحظون هو ما جاي من هنا، جاي يعني مو بمنتصف الدائره تقريبا، احنا من هنا بادي. زين والله التماس ويا الدائره، لا لو مو تماس، بس خلينا نفترض التماس ما عنده مشكله. فهذا يجي من هنا وراح ينزل يلتقوا وين؟ بالدائرة الثانية هاي هنا. بقى عندي، بقى عندي هاي الأسهم اللي موجودة عندي، هذا نفس السهم اللي طلع هنا، أسوي له كوبي. أرجع أخليه هنا أنا. الدور هذا شنو؟ بروتيت أفره. الدور بالموف عندي، اجي احركه هنا وين اخليه؟ لا هاي النقطه، صار عندي هذا السهم، هذا نفسه اكرره بيمن بالمرار، اجي وين؟ للمنتصف، اجي وين؟ النص. شوف هذا من صار مثلثي، عشان معناه هذا نص. حركه هذا افعل الاورثو حتى يجي عندي عديل. هنا شكل اقول له نو، يعني ما لا تمسح القديم، فطلع عليها الشكل هذا.
بس تقريبا يعني اغلب الرسم كمل عندي. ايش بقى عندي؟ بقى عندي خلينا نقول التكست. التكست مثلا عندي شنو هاي R1 R2. التكست وين عندي موجود؟ هذا الاي. اجي ايش شرحنا عليه؟ اختار نوعية الخط، اختار حجم الخط. احنا انا مثلا 2.2، خلنا نسوي 2 اكبره، واجي اكتب هنا بس، او اجي اكتب مثلا، طبعا هذا بالعربي لازم احول انجليزي، شيفت و الت و شيفت بتحول انجليزي. فش اقول له هنا؟ انا اقول له ار. ار شنو؟ ار 1. لاحظها صغيرة، فش نسوي؟ نأشرها هنا. انا شو اسويها؟ اسويها 2 وانتر. راح عندي شوية كبيرة، بس هنا انا هم كبيرة كلش، لازم شنو معناها؟ الاثنين هم هواي. خلينا نختار مثلا 1.5. 1.5 هم هواي. اختار مثلا 1.2. زين، خلينا نختار، خلينا نسويها 1 افضل. يعني 1.5، 1 1.0. بس اوكي. زين، واحد يقول انا شوف هذا اختلف الخط عندي، هذا شكله يختلف. هذا اريال، شوف لا تلاحظون هسه هذا اريال، مختار لي اريال. هذا اللي موجود عندنا هو شنو؟ تايم نيو رومان. راح شنو ادور على اليمن؟ ادور على التايم نيو رومان. وين تايم نيو رومان؟ طبعا هو يفترض انه اني عندي فتشي اكتب حرف وهو ياخذه. شوف هسه طلع مثل ضبط، هذا R1 هذا R1. زين، فأجي حركة شوية خليه مقابل هاي. زين، هذا ال R2. هسه كم عندي R؟ عندي R1 و R2 و R3 و R4. هذني لازم شو أسوي؟ أكرر، فما أرجع أكتبه من جديد. أقول لهم كوبي هنا أنا. هذا R2 وهذا شنو هذا؟ استاذ مرستك، تفضل عيني. استاذ بلكي تعيده من جديد، يعني لا تكرر، التكست ما بتهم. اي صح. نعم، هسه هذا احنا كبرنا، هسه احنا كبرنا، بس راح اعيده هنا. هذا السير ال R2 عندي، هذا ال R3 هنا. هسه راح اعيده اكتبه من جديد. هسه مثلا ال R4، هاي ال R4 راح اكتبها من جديد. شو نسوي؟ نروح وين للتكست؟ هذا الاي. شوف هذا الاي، الاي معناه تكست، وحتى كاتبين جواب اي تكست العفو. فاجي انقر عليه، انقر عليه هنا يتفعل عندي، اسوي له مستطيل ارسمه بايدي. زين، الدور شو اسوي؟ لو تلاحظ اكو عندي هاي شنو باللغه العربيه جوا، ماكو بس ما بين عندكم، يمكن مو واضحه بالعربي. شو اسوي؟ ادوس الت وشيفت. الت وشيفت تحول الى الانجليزي. الدور شيفت وار، انقر عليه، شيفت وار، كتب شنو؟ ار، ار كابيتال ار. زين، هو يا ار ار 4، مو ار 4، تمام. ار وياها رقم 4، صار عندي ار 4. زين، هسه هاي لو تلاحظونها هاي صغيره وهاي كبيره، شو اسوي؟ اجي اظللها، اظللها هنا. هذا الحجم ايش كثر حجمها؟ 0.2 صغيره. فشو اسوي؟ هم انقر عليها، هاي صارت شنو؟ مظلله. شوف اثنيناتهم مظلله، هاي وهاي. دير بالك مرات شنو هاي ما تظلل، واخلي رقمه هنا أنا راح يكتب هنا، يعني راح يصير عنده بالعكس، يعني مو كان ما اريد اكتب هنا راح يكتب هنا. فلازم اثنينات المظللات، واجي اركز وين؟ على هاي. فاكتب واحد مثلا 1.0، كان ما طلعت عندي. وش اسوي؟ ادوس، ادوس انتر، ادوس انتر، كبرت هاي. زين، من كبرت لو نلاحظ انه هذا الخط ما يشبه الخط اللي موجود عندي، يعني اريد اجيبه مضبوط 100%. ليش؟ لان هذا شنو هذا نوعيته؟ هسه لو ارجع انقر عليه، نقرتين طبعا، نقرتين مزدوجه، واظلله شنو اسمه؟ اريال. هذاك اسمه شنو؟ تايم نيو رومان. فاجي ادور هنا بالفونت اللي موجود عندي، بالتي، بحرف التي. طبعا هم اكو خطوط عربيه بالمناسبه،
الاوتوكاد ما مصممين للغه العربيه، يعني هي مشكله طبعا بالاوتوكاد، يعني انت من تكتب بالعربي راح تطلع عندك بالشاشه عربي، يعني هسه مثلا انا هسه عندي تكست هنا واريد اكتب عربي، شوف لو تلاحظون كتب عندي عربي ويطلع عندي بالشاشه عربي زين، بس المشكله من طبعه راح يتحول ربش المنه الى انجليزي، ليش؟ لانه هو ما مصمم للغه العربيه مع الاسف. زين هسه هم اقدر اكبر هذا لو تلاحظون اثنين، شنو المشكله؟ المشكله انه هو ما راح يطلع عندي بالعربي، فدائما احنا هسه بالرسومات الشغلات اوضحها بالانجليزي، اكتبها باللغه الانجليزيه، وباعتبار احنا مهندسين نعرف نقرا انجليزي فما عندنا مشكله، حتى اضمن انه من اريد اسحب بالطابعه، طبعا دائما اكو شغلات انت تشوفها بالشاشه بالطابعه تختلف عندك الامور، يعني من تريد تطبع راح تختلف، يعني بحيث انه اكو يعني هسه ابسط شيء قلت لك العربي ما يطلع عندي العربي، يطلع انجليزي يطلع عربوش. زين الحجم الخط، الحجم مال الخط اللي موجود هنا يعني العفو السمك، السمك مال اللاين هسه قبل شوي هذا مو سويته كبرت السمك مالته هذا هنا، شوف سويته بوينت فور بس متبوع له انت، هذا نفس نفس هذا يعني بالشاشه، بس من اسحبه بالطابعه لا يعطيني الحقيقي. استاذ نقدر بالعدد نسوي حقيقي يطلع لنا بشاش حقيقي شلون؟ على شريط المهام هاي مالت الطول الادوات، اي اروح لاخر خيار مالت الاوبشن وين الاوبشن صاير؟ هذا قصدك؟ بالطول هاي الاوبشن لو اي شنو؟ استاذ اي اي على يوزر، يوزر برفوس اسمه شنو ما نطق مو شيء يوزر بيرفورمانس اي اي استاذ اي على المربعات الاربعه الجوه هذا اي ثلاثه اي لايت سيتنج هاي الجواها اي اي استاذ هذا قصدك هذا يعني؟ ديسبلي هذا استاذ بس تضغط على ديسبلي هاي ديسبلاي لايت هذا مربع تشرح عليه بالصح قصدك ابلاي اند كلوز؟ لا لا استاذ هذا المربع تمام ديسبلاي اي استاذ تمام هسه يطلع لك ظاهر بدون طباعه صح، عافيه خوش ملاحظه عليها درجة استاذ عليها درجه. ايه شو اسمك انت؟ حسين أمجد حسين أمجد ورد. ملاحظة جيدة تعلمنا أنا ملاحظة اليوم، شوف يعني الأوتوكاد يعني هواي بأمور، يعني مرات واحد يجهلها زين، ف يعني هسه بالممارسة، شوف هسه زميلكم مثلا هاي بالممارسة تعلمها، احنا صراحة شو نسوي؟ احنا ما نهتم لهاي القضية، ليش؟ لأن أنا بالنسبة لي كممارس للأوتوكاد أسويها، بس أهم شيء عندها تطلع بالطابعة زين، فما عندي مشكله انه تخانه بها وما ما بها تخانه، بس الظاهر هذا يعني اعاز جديد وبارك الله بك حسين امجد، ان شاء الله لك درجه على هاي الملاحظه الجيده. حسين نشكر استاذ عندك بعد ملاحظه من الرمز لحد الان مثلا عندنا خطا معين او فد شيء؟ اكو فد شيء لا مثلا؟ لا استاذ بس انا انتم قاعد تستخدمون اعازات هواي انا بالاختصارات مال الكيبورد مثل كترول سي كترول صح في صح صح هاي شوي اسهل صح مو احنا شنو، احنا دائما لازم احنا نستخدم البرنسبل، حتى شنو الطالب هو يتعلم الرسم من البدايه، واي رسم يجي ما عنده مشكله به، يعني بحيث انه شنو هسه قبل شويه انت قلت لي هاي موجوده كجاهز، انا ما اريد اتعلم جاهز، يعني انه عندك فد رسم جاهز موجود بالاوتوكاد، لا انا هذا ما اريده، انا اريد شنو انه انت ترسم بيدك، يعني فرضا انه جتك رسمه ما موجوده، ما موجوده بالبلوكات الموجوده بالاوتوكاد، فشلون بهاي الحاله؟ انا اريدك انه انت شو تسوي؟ انت ترسمها بيدك، وهذا طبعا يعطيك مهاره بحيث انه شنو؟ انه راح تكون تتمرس على الاوتوكاد وتصير عندك مهاره بيه، تجيك اشكال مثلا صعبه، تصير عندك سرعه الى اخره. زين. فهمت ايش كثر درجتك طلعت بالرسم؟ حسين امجد ما اذكر استاذ ما بس اعطاك قليلة الدرجه؟ لا لا عجب موجودة استاذ هاي ايش عجب؟ ليش قليله؟ يعني ما رسمت زين؟ شنو رسمك لا ما رسم زين ما توقعت الدرجة هيك ما ادري شنو السبب خاف ناقلين عليك جماعه هذا بقت الامتحان
اعتقد اذا تسمح لي، اي بوقت الامتحان كان اعتقد اكو توهيم بي او بالوقت او كذا، كل الطلاب كان عندهم علم انه الوقت ربع ساعة 15 دقيقة، لا ما ادري كان بال نفس اللي من خلال 10 اي دقائق. لا لا ما اي عندنا، فكل لا احنا وقت الرسم الهندسي بالامتحان النهائي كان واضح. انتم بتعطون درجات نص السنه ولا شنو؟ اي استاذ، انا حصلت 11.8 من 20. استاذ انا حصلت 11، يعني المشكله الوقت اللي كان الطلاب اعتمدوا عليه 15 دقيقه، فبعدين ها ما انتم اعتقد بتعطون يعني تغير الدرجه الوقت. النهائيه اللي هي تشمل السعي مال الفصل الاول ونص السنه، هي ناجحه اي مو؟ السعي يمكن اي اعتقد مو السعي. انا قلت الدرجه شلون انقسمت؟ انقسمت اي ثمانيه على الفصل الاول. هسه شباب احنا ما عندنا شيء، كملنا محاضرتنا حتى اوقف التسجيل، حتى الدور بده نتناقش نقاش عام مو؟ يا ريت استاذ حتى نتناقش نقاش عام. اوكي هسه نوقف التسجيل. عندنا وين التسجيل من هنا؟ كنقول له ستوب ريكوردينج. تمام.